لا شك بأن كلنا كنا نتريث وذاح المسايد عشان أداء الصلاة جماعة، لكن لازم ما ننسى بأن التزامنا بالإجراءات الاحترازية هو ضمان لاستمرار فتح المسايد، حيث يمكن تنتشر العدوى بسهولة بين المصلين في المسايد، ويمكن أن تؤدي التجمعات العامة إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالعدوى بمعدل 10%. لذلك احرص على التالي: أول شيء تجرب المصافحة، علينا أن نعتمد على التحية من بعيد حتى لو كنت أنت أو زملائك في المسجد بدون أعراض، فلا ننسى أن الكورونا ممكن تنتقل بدون وجود أعراض. رقم 2، احرص على تعقيم اليدين قبل وبعد استخدام المصاحف والمنشورات الموجودة في المسايد، واحرص طبعا على إحضار مصحفك الخاص. احرص على إحضار سجادتك الخاصة، ويفضل طبعا إحضار السجادة لتستخدم لمرة واحدة ثم ترمى لتقليل فرص انتقال العدوى إلى البيت. احرص على أخذ لقاح الكوفيد 19 ولقاح الإنفلونزا حسب الموسم لحماية نفسك والآخرين. احرص على تغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس بمحارم ورقية والتخلص منها مباشرة في سلة المهملات. احرص على عدم لمس الوجه، العين، الأنف والفم إلا بعد تعقيم اليدين. تجنب مشاركة جهاز الهاتف المحمول. ابقى في المنزل عند الشعور بالأعراض، حيث يمكن ينتشر الفيروس من خلال الشخص المصاب لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد انتهاء الأعراض.